أسرار بتقول أنا حلمت بزوجي السابق نازل من على السلم وشكله مريض ومعاه جردل ميه أخدته منه وطلعت بيه السلم تاني. يعني هو نازل نازل بالجردل؟ بجردل ميه وهي راحت واخده منه الجردل وطلعت بيه. هو طبعا للاسف الشديد الحاله الصحيه هتتدهور، لان نزول المريض اصلا تدهور في حالته الصحيه. وحته الجردل دي الجردل اللي هو العيال اللي او الماليات. انا ما اعرفش عندها عيال ولا لا، المهم هي في ماليات، ولكن هي هتساعده، هتقدم، هتسدي له خدمه نظير العشره اللي كانت بينهم.